مسلسل The Boarding School تبدأ قصة المسلسل بمدرسة داخلية داخل بيت للرهبان والراهبات، واللي نعرفه أن هاي المدرسة تستقبل الأولاد اللي سلوكهم سيء على مود تعدل على هذا السلوك وتدمجهم ويا المجتمع. وبسبب هذا الشيء يكون نظام المدرسة قاسي جدا، لدرجة العقاب يكون بيه عن طريق حبس الطالب أو غرفة شبيهة للسجن، أو ما يطلعوا لحد ما يعترف بأخطائه ويوعدهم أنه هو ما يكررها مرة ثانية، ويكون لهم زي موحد للدراسة والسباحة أو إقامة الصلوات أو حتى ملابس النوم تكون موحدة. وبيوم من الأيام نشوف 4 طلاب وهم يقررون يهربون من هاي المدرسة بسبب نظامها القاسي، وهم بدأوا يسوون خطة واللي هي تكون 2 من الطلاب يتعاركون، أو هذول الطلاب أسماءهم واحد اسمه مانويل والثاني اسمه بولو. وبنفس الوقت نشوف أمايل اللي هي داخل المكتب المديرة على متسرق فلوس الخزنة، وبهذا الوقت المديرة تروح المكان المشكلة وتحل الأمر، أو هي تعاقبهم اثنيناتهم بالسجن بغرفة العقاب. وبهذا الوقت مانويل وبولو يكونون فرحانين بسبب نجاحهم للخطة، وصاروا اللي خططوا إلى بالكامل. وبعدها نشوف ماريو مدرس الرياضة، وهو يجبر الطلبة على ممارسة الرياضة ويكون قاسي عليهم ويعاقبهم إذا أي طالب سوى التمرين خطأ. وبعدها نشوف طفلة صغيرة اسمها أليبا، وهي داخلة للمدرسة بكل سهولة لأن أمها تشتغل طباخة بالمدرسة ويكون اسمها سيا، وأيضا خالها موجود اللي يكون اسمه لويس واللي هو حارس المدرسة. وهنا هي تروح للحمامات وتخلي علب الجقاير بمكان سري على مود الطلاب ياخذوها، لان هي تشتري لهم الاشياء الممنوع دخولها للمدرسة، وهي تخليها بمكان سري بمقابل حصولها على المال. او بعدها نشوف لون اللي هو مدرس الموسيقى الجديد، وهو واصل للمدرسة وهو استلم مهنته جديدة، والمديرة تقول له على كل قوانين المدرسة وشون لازم يتعامل ويا الطلاب، فهو وافق عليها. وهنا نشوف امايل وهي رايحة للحمام وتاخذ الجقاير اللي جابتن أليبا، وبعدها تبدأ توزعهم على الطالبات. وبهذا الوقت أمايل تستهزئ بأنيس بسبب تصرفاتها الغريبة، وإنه هي ما حاولت تحكي وياهم أو دائما تكون مبتعدة عنهم. وبعدها نشوف أليس اللي هو الراهب الوحيد اللي يشتغل بالمدرسة، وهو يتوجه لغرفته ويحضر نفسه على مود يروح يدرس الطلاب اللغة الفرنسية. وأيضا نشوف أديل اللي هي أخت بولو الصغيرة، وهي الابنية الرابعة المشتركة ويا الطلاب على مود يهربون من مدرستهم، ونشوفها وهي متوترة وخايفة لا تفشل الخطة. وبهذا الوقت نلاحظ انه هي تروح على بيت أليبا على مود تدرسها اللغة الفرنسية، لكن نعرف انه هو مو هذا السبب الحقيقي لروحتها لأليبا، وهي راحت على مود تسرق علب المهدئ اللي تستخدمها سيا ام أليبا، وفعلا قدرت انه تسرقها. وهي تعتذر من سيا وأليبا وتقول لهم انه صار عندي شغل ولازم اروح. وبهاي الاثناء هي ترجع للمدرسة وتنادي عليها المديرة وتطلب منها انه تجيها للمكتب، فهي تتوتر وترمي علب المهدئ بالنفايات. ولما تروح عليها تقول لها انه عمك اتصل عليك وهو عازمك على زفافه، ويطلب من عندها انه تنتبه على نفسها. وبعدها هي تطلع من الغرفه وتروح للنفايات وتاخذ المهدئ. وبهذا الوقت تجي عليها أمايل وتقول لها انه هذا توترك راح يخلي المهمه تفشل، وهي تعوفها وتروح. وبهاي اللحظه نشوف ألفيرا اللي هي مدرسه العلوم، وهي تحكي ويا ليون، وهي كانت مستغربه شلون الناس تقبل تشتغل بالمدرسه وتوافق على قوانينها الصارمه، وتقول لهم انه انا لو ما احتاج فلوس ما اقبل اشتغل بهاي مدرستكم. وأيضا تقول له أنه الغابة اللي موجودة يم المدرسة معروف عنها الكثير من القصص المرعبة، وتقول له أنه أنا بوقت فراغي أبحث عن الأشخاص اللي كانوا عايشين بالغابة واللي عرفت أنهم أشخاص أذكياء لكن شكلهم مختلف عن شكل الإنسان الطبيعي. وأثناء كلامها ويا ليون الكلب يصدر صوت، فليون يتفاجئ من وجود الكلب الشرس بالمدرسة، وهي تقول له أنه هذا الكلب يقتل أي شخص يحاول يهرب. وبعدها نشوف ماريو وهو بدأ يتفقد الطالبات بوقت النوم، ولما هو بدأ يتفقدهم لاحظ انه بازل بدأت تستخدم التليفون، وهذا الشيء مخالف لقوانين المدرسة، فيقرر انه يعاقبها وهو بدأ يحلق بشعرها. وهنا بازل كانت كلش منهارة على اللي سواه ماريو بيها. وبثاني يوم أليس يبدأ الدرس ويا طلابه ويشوف بازل وشعرها محلوق، وهو يسألها عن السبب ومن اللي حلقه، فهي تسولف له على كل اللي صار وياها وتطلب منه انه ينقذهم من ماريو والمديرة. فأليس يتعصب ويوعد الطلاب انه هو راح ينهي هاي المهزلة، وهو يروح على غرفة العقاب ويطلع مانويل بولو. وبعدها يروح على غرفة المديرة ويحكيها ويقول لها انه انا معترض على هذا الاسلوب الحقير اللي يتعاملون به الطلاب، فهي تجاوبه وتقول له انه احنا لازم نعاملهم هيجي لان هم اسلوبهم سيء وخطرين على المجتمع وانه اغلبيتهم جبناها من الشوارع. فأليس يسألها ويقول لها انه ماريو من راح وحلق شعر بازل هذا تصرف صحيح لو خطأ. وهنا ماريو يحكي ويدافع عن نفسه ويقول انا حلقت شعر بازل لان اكتشفت شعرها مو نظيف وبيه حشرات، لكن أليس ما يصدق هذا الكلام وعفهم ويروح.
يروح، لكن هو دا يمشي بالممر يلتقى بالفيرا وهي تقول له انه انا ما موافقة على كل اللي يصير هنا واني اساندك بالرأي. فاليس يجاوبها ويقول لها انه رأيك مو مهم، ما دام ما تقولين هذا الكلام للناس ما تقدرين تغيرين شيء من الظلم اللي جاي يصير، او يطلب منها انه تحتفظ برأيها نفسها. وبعدها بالو ومانويل يعتذرون من الطلاب والمدرسين على اللي صار وهم يؤدون الاعتذار الرسمي، وهنا يجتمعون الطلاب الاربعة ويحجون على خطتهم وانه هي ماشية صح. لكن اديل كانت متوترة وتقول لهم انه احنا لازم نلغي الخطة لان اذا فشلت راح يكون العقاب قاسي جدا، بس ما حد يهتم الها من اصدقائها. وبعدها نشوف ليون وهو يبدأ اول محاضرة ويا طلابه وكانوا الطلاب متفاعلين وياه، ونشوف انيس وهي مندمجة ومستمتعة بعزف ليون للموسيقى. وبهذا الوقت اليس كان حزين على كل اللي صار وانه هو ما قدر يغير من نظام المدرسة، فقدم طلب على مدير نقل المدرسة ثانية. وبهاي اللحظة يجي عليه رئيس الكنيسة ويطلب من عنده انه يتراجع بقراره ويقول له اذا انت تريد تغير نظام المدرسة لازم تصبر، او يأمره انه يرجع ويشتغل. وبوقت متأخر نشوف الطلاب الاربعة وهم يتحضرون على مودي هربون، فيسرقون قطعة من اللحم ويخلون المهدئ اللي سرق ادير على مودي ينطوها للكلب وينام، وبهيك حالة يقدرون يهربون بسهولة. فهنا هم يفتحون الشباك على مودي ينزلون منه ويهربون، لكن اللي يصير هو انه قطعة اللحم توقع بالارض، وبهاي الحالة هم ما قدروا يخدرون الكلب، فاديل تتراجع عن قرارها وترجع للغرفة. وبولو ما قدر يترك اخته او قرر انه يبقى وياها، اما امايل ومانويل فهم قرروا انه يكملون الخطة اللي بدوها، فهم يشوفون حافلة ويصعدون بها على مود يهربون من الكلب، بس ينصدم بباب المدرسة. وهنا المديرة تعرف بخطتهم فتطلب من الحراس ان يوقفوهم، لكن امايل ومانويل ما يستسلمون ابدا وبسرعة يصعدون بدراجة نارية وقدروا انه يطلعون، وهم راحوا للغابة القريبة من مدرستهم. ومن تنجح خطتهم الطلاب يفرحون لان اكو طلاب قدروا يتحررون من ظلم المديرة ونظامها القاسي. وهسه نشوف مانويل وامايل هم يدخلون للغابة على مود يهربون من المديرة والمدرسين، واثناء ركضهم مانويل يوقع من فوق الجبل ويغمى عليه، وامايل كانت تحاول انه تنقذه، لكن يجي رجل لابس عباية وشكله يشبه الغراب وهو ياخذه ويروح. وبهذا الوقت انيس تشوف اضوية من السماء، وبعدها نشوف امايل وهي تدور على مانويل، وفجأة تشوف سيارة وتطلب من عندهم المساعدة، لكن نعرف ان اللي بداخل السيارة هي المديرة، فهي تاخذها وتحبسها بالغرفة اللي تشبه السجن، وهي تشوف بولو مسجون بيها، فيتفقون انهم لازم ينقذون مانويل. وبعدها نتعرف على دارون اللي نعرفه هو شريك بالمدرسة، وهو يصرخ على المديرة ومعارض على كل اللي صار. وبهذا الوقت اليس والفيرا يستغلون الفرصة ويقولوا له على كل الظلم اللي يواجهوا الطلاب، لكن دارون يصدمهم ويقول لهم انهم يستاهلون هذا كله لان اغلبية الطلبة جبناء واحنا جبناهم من مركز اعادة التأهيل، واحنا اللي جايين نسوي هو لمصلحتهم. وهنا نشوف امايل وبولو هم يقدمون الاعتذار الرسمي وهم كانوا مجبرين امام الاساتذة والطلاب. وبعدها امايل تبدأ تدور على التليفون على مود تتصل على الشرطة وتقول لهم على اختفاء مانويل، فاحد الطلاب يقول لها انه انيس عندها التليفون وهي تضمه بدولابها الخاص، فتروح على دولاب انيس وتفتشه لكن هي ما تلقى التليفون. وبهذا الوقت تجي انيس عليها وتهددها اذا مرة ثانية تفتش بدولابها راح هي تنتقم منها، لكن امايل ما تهتم لتهديداتها وهي تتركها وتروح. وهسه نلاحظ انه اكو طلاب اثنين اجوا وبدوا يرتبون بغراض انيس ويرجعوها للدولاب، وبولو شوف رسمه الوحش عيونه مقلوعة فيتفاجأ من بشاعة الرسمة. وبعدها بولو واديل تجيهم دعوة من عمهم على مود يحضرون زفافة فرنسا، فهنا بولو يقول الايدول انه هذا العرس هو الفرصة المناسبة على مود يهربون من المدرسة. وبعدها نشوف انيس وهي بالمستشفى او كانت تسوي الفحص الدوري لان هي قبل فترة قليلة اتعرضت الحادث، وعلى اثر هذا الحادث هي فقدت الذاكرة. وبهذا الوقت يدخل دارون اللي هو ابو انيس واللي هو نفسيته شريك بالمدرسة، وهو دخل على الدكتور ويسأله على صحة بنته، والدكتور يقول له انه هي ماكو تقدم لحالتها. فدارون يقول له انه هي منعزلة عن العالم او ما عندها نشاط دراسي، فالدكتور يجاوبه ويقول له انه هذا السبب الرئيسي اللي قلت لك داخلها مدرسة داخلية على مود تتعود على الاختلاط او تندمج ويا الطلاب. او هسه نرجع لأمايل وبولو ونشوفهم وهم متنكرين بملابس عمال النظافة او متوجهين للمطبخ، لانه بولو عرف انه بالمطبخ موجود تليفون، وفعلا يروحوا للمطبخ ويتصلون على الشرطة، وبمجرد ما الشرطة تجاوب الخط ينقطع. فهنا بولو يطلب من أمايل انه يهربون على مود ما حد يكشف امرهم. وبعدها نشوف انيس وهي بمكتبة المدرسة، فتاخذ اسطوانة الموسيقى اللي عزفها صديقها وهي تسمعها وتتأثر بها كل شهواية. وبعدها أمايل تسمع صوت بكاء من خارج الغرفة، فتتبع الصوت وتشوف انيس وهي اللي كانت تبكي بصوت عالي، لكن هي ما تهتم لها وتعفها وتروح. وبثانية والمديرة تف
تفتش بالمدرسة وتكتشف أنه خط التليفون مقطوع، فبدأت تتحقق بالأمر وهي عاقبة الطلاب كلهم وتطلب منهم أن يعترفون من اللي قطع الخط. وبهذا الوقت بول يلاحظ على أديها علامات الخوف والتوتر، وهنا يعرف أنه هي اللي قطعت الخط. وبعدها يروح على أخته يواجهها وهي تقول له أنه أنا سويت هيجي لأنه كنت خايفة عليك، وأنه إذا انكشف أمرك فسافرتنا لحضور زفاف عمنا راح تلغي، وحضور الزفاف هو الفرصة الوحيدة للهروب. فهنا بول يعصب عليها ويقول لها أنه أنت أنانية وما فكرت شنو اللي راح يصير بمانويل. وبعدها نشوف الطلاب هم بدرس الرياضة وهم بدأوا يتدربون، وبهاي اللحظة آنيس تسمع نفس الموسيقى اللي هي سمعتها فتروح وتتبع الصوت، وهي تشوف لايون وهو يعزفها، فهي تسأل ليش يعزف بس هاي النغمة، فهو يجاوبها ويقول لها لأن لاحظت انه هي عجبتك، ويسألها إذا كانت مرتاحة بالمدرسة أو لا، بس هي ما تهتم بالكلام وتعوفه وتروح. وبعدها أميل تشوف دارون بالمدرسة فتروح وتوقفه وتقول له على اللي صار ويا مانويل، لكن تجي المديرة وتقول له لا تهتم بكلامها وتخليه يكمل طريقه، وهي تروح على أميل وتعاقبها بأخذ سماعات السمع من أذانها لأن هي ما تسمع. وبعدها أميل ترجع للمكتبة وهي تشوف بولو وهو يقرأ كتاب ويشوف صورة نفس المواصفات اللي خطف مانويل، ويقول لها إنه هذا القناع الممرضين كانوا يلبسوه زمن الطاعون وحاليا صاروا يستخدموه مجموعة من العصابات واللي من ضمنهم عصابات عش الغراب. وهسه نشوف آنيس وهي تدخل للغرفة وتروح للمراية وتشوف ثلاث أشخاص مقنعين، فتروح تبحث عليهم وتكتشف إنه هي تتخيل. وهسه نشوف المديرة بمكتبها وهي يوصلها مسج من دارون وهو يطلب منه إنه تخبر على اختفاء مانويل بما إنه صار على اختفاء فترة طويلة. وأيضا نلاحظ إنه ليون ده يقرأ جريدة وهو انزعج من يشوف خبر اختفاء ابنية بمدينة لشبونيا. وهنا أليبا تطلع من المدرسة فخالها يسألها وين رايحة، وهي تجابه وتقول له إنه أمي وصلتني على غراض وأنا راح أروح للماركت وأجيبهم. وخالها أليبا يروح على أمها ويقول لها على كلامها، لكن هي تتفاجأ وتقول له إنه أنا ما طلبت من أليبا أي شيء، وهي تخاف عليها وتروح تدور عليها، واللي نعرفه إنه أديل فكرت بكلام بولو وطلبت من أليبا إنه تروح للشرطة وتخبر على اختفاء مانويل. وبعدها نشوف أليبا وهي دراجتها عطلت وسط الغابة، وبعد مرور وقت على اختفاء أليبا الطلاب يسمعون صوت صراخ أم أليبا خارج المدرسة فيروحون عليها بسرعة، ولما يشوفوها هي تقول لهم أنه أنا شفت جثة أليبا بوسط الغابة، والطلاب كلهم ينهارون على موتها وخصوصا آدل. وبثاني يوم نشوف آنيس وهي تدخل للحمام وتأخذ الرسمة اللي رسمتها وبسرعة تحرقها لأن الرسمة مرسومة مثل طريقة موت أليبا، فتطلع من الحمام وتتفاجأ بأميل وبولو وهم كانوا ينتظروها خارج الحمام، وأميل تطلب من عندها أنه تعترف بأن هي سبب موت أليبا بسبب الرسمة، لكن آنيس ترفض وأميل تعذبها وهي تخليها بالمايو على مود تعترف، لكن الطلاب يدخلون عليها للحمام وأميل تعوفها وتروح. وبعدها نشوف آليس وهو يلقي كلمة على الموت بسبب تأثير الطلاب بموت أليبا، وهنا الشرطة يجون للمدرسة ويحققون ويا الطلاب بموت أليبا وخصوصا آدل لأن هي كانت صديقتها المقربة. وبهاي اللحظة أميل تستغل وجود الشرطة وهي تقول لهم على اختفاء مانويل، فالشرطة تطمنها ويقول لها أن المديرة أنطتنا خبر وإحنا جاي نحقق باختفائه، وأنه مانويل وصل رسالة لأهله بخط إيده وهو يقول لهم أنه أنا هربت من المدرسة وأنا راح أشوف حياتي. فهنا أميل بدأت تشك بكلام الشرطي وتحس أنه أكو شيء مخفي. أو بعدها نشوف آنيس وهي متوترة بسبب اللي صار وهي تطلب من أبوها أن يرجعها للبيت، ولما يرجعون طول الطريق هي تتخيل جثة أليبا وهي تقول لأبوها أنه أنا كنت حاسة راح يصير شيء، فأبوها يقول لها أنه هذا كله بسبب حالتك النفسية. فآنيس توصل للبيت وتدخل غرفتها وهي تروح على دفتر الرسم وتشوف مجموعة من الصور القتل أليبا، فقررت أنه تحرقهم من غير ما أحد يشوفها. أو بعدها نشوف أميل وهي تحكي البولو على كل الكلام اللي دار بينها وبين الشرطي وتقول له أنه أنا أعرف خط إيد مانويل. وقبل سنة واحدة نشوف مانويل وهو داخل للمدرسة وكان سلوكه سيء جدا ودائما هو يخترق القوانين وكان دائما يحاول يهرب من المدرسة، لكن بسبب العقوبات هو حسن سلوكه. وبعدها هو تعرف على بابلو وصاروا أصدقاء مقربين ويقول له أنه أنا سبب دخولي لهاي المدرسة لأن أهلي كانت عندهم مزرعة حيوانات وأهلي كانوا يعاملون الحيوانات بقسوة، فأنا قررت أنه أطلق سراحهم وهربتهم من المزرعة، وأبوي انزعج مني وقرر يعاقبني بدخولي لهاي المدرسة. وبعدها بدأ يتعرف على أميل وهم يبدأوا يتفقون أنه يسوون خطة على مود يهربون من هذا المكان. وهسه نرجع للوقت الحالي ونشوف أميل وبازل وهن سهرانات الوقت متأخر، فيشوفون كل المدرسين وهم يغادرون المدرسة ويبقى بها بس آليس وليون وألفيرا، ونشوفهم هم بالمكتب ويتناقشون بحادثة موت
أليبا. وبعدها ليون يقول لهم أنه أنا رايح للمركز الشرطة على مود أشوف آخر اللي وصلوا إلى بالتحقيقات. فهنا أليس وألفيرا يروحون على أم أليبا ويعزوها. أما بازل وأمايل فهم يشوفون المدرسة فرغت، فقرروا أنه يسوون خطة بقبل المدرسة. وبعدها نلاحظ أنه أنيسة هي تحكي ويا أبوها وتطلب من عنده أنه يشوفها صور العائلة على أمل أنه ترجع لها الذاكرة، لكن هو يرفض لأنه ما يريد يشوف صورة زوجته أو يسترجع ذكرياته القديمة، لأن هو حزين على وفاتها. وأنيس كلش تنزعج من أبوها وتعوفه وتروح. وبهذا الوقت دارون يسمع حركة خارج البيت، وهو كان خايف على أنيس فياخذ السلاح ويروح على غرفتها على مود يحميها. ولاحظ أنه ليون وهو دخل البيت دارون على مود يطمئن عليها، ومن يسمع صوت أبوها يهرب من البيت ويتوجه للغابة. فهنا دارون يرمي على الغابة بشكل عشوائي، وفجأة ليون ينصاب. وأيضا نلاحظ أنه الطلاب هم مستمتعين بوقتهم، لكن أمايل تلاحظ أنه أكو بنات اثنين وهن يلعبن، فتقرر تروح عليهم، لكن لما توصل هن يختفن. وهسه نشوف أديل وهي نايمة وتقعد على صوت المدرسين وهم راجعين للمدرسة، وتبدأ تسمع صوت الأغاني، فتروح للطلبة وتحذرها من المديرة. وهنا بولو وأمايل يختبئون بأحد الغرف، وفجأة يشوفون صورة كبيرة تعود القرن 16، وهي تعود لعصابة الغراب اللي مرسوم عليها طريقة قتل الطلاب وقتل أليبا. فيبدون يحلون لغز الرسالة اللي كتبها مانويل عن طريق أخذ كل حرف من كلمة، واللي يطلب من عندهم المساعدة. وبثانية نشوف المديرة وهي تعاقب الطلبة وتوقفهم تحت المطر. وبعدها المديرة تقرر أنه تفصل ألفيرا لأن هي المسؤولة على الطلاب خلال فترة غيابها، لكن ألفيرا تهددها وتقول لها أنه أنا رح أحكي على كل العذاب اللي دا يصير هنا. فالمديرة لما تسمع بالتهديد تتراجع عن قرارها أفصل ألفيرا. وبعدها نلاحظ أمايل وهي تتناقش هي وأصدقائها على الصورة اللي شافوها البارحة. وهسه نشوف أنيس وهي راجعة للمدرسة وتروح على طبيب المدرسة وتطلب منها أنه يستخدم لها صعقات الكهربائية على مود ترجع لها الذاكرة. وأثناء ما الدكتور يستخدم لها صعقات الكهربائية فهي تتخيل الغابة أو تتخيل أليبا وهي كانت مقتولة. فالدكتور يسألها على اللي شافته لكن هي ترفض تقول له، فبدأ يكتب لها علاج يحفز ذكرياتها. وهنا نشوف بولو وبازل وأمايل وصديقهم الجديد وهم يروحون على الغرفة اللي شافوا الصورة بيها، فيدخلون للغرفة ويشوفوها فارغة. وفجأة يرمي عليهم علبة زجاجية ويفتحوها وهم يشوفون عيون أليبا. وهنا الطلاب يخافون ويطلعون من الغرفة ويرجعون للكنيسة على مود يحضرون القداس. وهسه نشوف أنيس وهي تاخذ العلاج اللي وصفه إلها الدكتور. وبعد فترة يبدأ مفعول الحباية وهي بدأت تتهلوس وأيضا بدأت تتخيل أشياء مو موجودة. فهنا بولو وأمايل يروحون للمكتبة ويشوفون أسطوانة مكتوب عليها أغنية دائما تغنيها أليبا، واللي مكتوب بيها أن الغربان تجي تاخذ الأرواح من بيت الدير، وهاي الغربان تهدي هاي الأرواح للشيطان بعد نص الليل. فهنا يستنتجون من كلامهم أنه عش الغرب موجود ببيت الرهبان، فيقررون أن يروحوا له على مود ينقذون صديقهم مانويل. وبثانية نشوف أمايل وهي تسرق مفاتيح بيت الرهبان من مكتب المديرة. وبعدها نشوف أديل وهي مزعوجة من تجاهل أصدقائها إلها بسبب أنانيتها، وهي تتعرف على صديقة جديدة اسمها ريتا، واللي نعرف أنه ريتا سمعتها بالمدرسة أنه هي بنية أنانية وما تحب أحد غير نفسها. وبعدها بولو يعرف أنه أديل متعرفة على ريتا، فيروح عليها ويحذرها من ريتا، لكن أديل ما تهتم لكلامه. فهنا أديل تحكي ويا ريتا وتقول لها أنه أنا متأكدة أنه بولو معجب بأمايل، وأني أكرهها لأن أخويا يحبها ويهتم بها أكثر مني. فهنا ريتا تقرر أنه تساعدها وتقول لها أنه أنا راح أنتقم إليش من أمايل. وبهذا الوقت أنيس تدهور حالتها وبدت تهلوس بسبب الحبوب اللي أخذتها، وهي تروح على غرفة ليون. فهنا هو كان يهتم بيها لحد ما ينتهي مفعول العلاج وتعفه وتروح. وبعدها أمايل وبولو يتفقون أنه بنص الليل يروحون على بيت الرهبان على مود يكشفون السر. وأيضا نلاحظ أنه أمايل وهي رايحة لبيت الرهبان فريتا تخطفها وتضربها أو تتركها بالممر، وبولو يبقى ينتظرها. ومن يشوفها تأخرت يقرر أنه يروح وحدة لبيت الرهبان، فيدخل من الباب الخلفي. وأثناء دخول البيت الرهبان يدخل علي أحد العاملين بالبيت، فيضطر أنه يهرب من الشباك، وأثناء هروبه يوقع من الشباك ويغمى عليه. وبعدها نشوف أنيس وهي نازلة للممر، فتشوف أمايل وهي مغمى عليها وهي تساعدها بسرعة. وبهذا الوقت يشوفون البنية اللي تخيلتها أمايل، فأنيس تتفاجئ لأن هي عبالها أنه هي جاي تتخيل بسبب العلاج اللي وصف الدكتور إلها. فهنا بولو يصحى ويروح البيت الرهبان وهو يشوف أشخاص جايين عليه، وبسرعة يدخل الغرفة أليس وهو يختبئ تحت السرير، فيشوف ملابس سوداء وقناع الغراب أو وياها قلادة لونها أزرق يشبه اللي شافه بالكتاب. وهو يتفاجئ من اللي شافه ويرجع للمدرسة بسرعة. وهو يروح على المستشفى ويحكي الأم
مايل على كل اللي شافه أو غرفة آليس، وأن الرهبان هم عصابة عش الغراب وهم اللي يخطفون الطلاب ويقتلوهم. وبالليل نشوف بولو ومايل وهم يروحون لغرفة المدرسين ويروحون على دولاب آليس على مود يفتشون به ويدورون على شغلة معينة. وبهاي اللحظة يدخل آليس للغرفة، ومايل وبولو قدروا أن يختبئون تحت الميز، وهم يشوفون آليس وهو داخل للغرفة ويا نفس الصندوق اللي شافه بولو بغرفته، فيقررون أنه يمشون وراء ويراقبوه. وبعدها يشوف آليس وهو داخل الغرفة سرية، وهاي الغرفة تأخذ للغابة، وهنا يدخل الغرفة ويقفل الباب وراء. وبولو ومايل يبقون ينتظروه، ومن يطلع هم يدخلون للغرفة، وكانوا معتقدين أنه مانويل هو مسجون بيها، فيدخلون للغرفة ويتفاجئون بوجود قبر محفور عليه اسم يولندا، وهي من طالبات المدرسة. فلما يفتحون القبر يشوفوها مقتولة بطريقة بشعة جدا، وهم يخافون يطلعون من الغرفة. وبعدها يشوف المديرة وهي تتعارك ويا دارون بسبب سحب المبالغ عالية من مصاريف المدرسة، وهذا الشيء يعود لأنه كان يعالج بنته. وبهذا الوقت ليون ينطر رسالة الأنيس مكتوب بيها أريد أقابلك بعد الظهر قدام باب المدرسة. ونشوف أمايل وبولو وهم قدروا يتعرفون على طالب وياهم، وهو كان يعرف يولندا أو يسألوه عليها، وهو يقول لهم أنه هاي كانت تصرفاتها غريبة جدا وهي اختفت الظروف غامضة. وبعد فترة طلعت عليها إشاعة أنه هي ماتت، بس ما حد اهتم بأمرها بسبب تصرفاتها السيئة. وهسه نروح على ماريو وهو يلاحظ ساعة اختفت، ويروح على ريتا وهو يتهمها بأن هي اللي سرقتها، لكن ريتا تنكر هذا الشيء. فماريو بدأ يفتش بدولاب ريتا وهو يشوف ساعته ويأخذها لغرفة العقاب ويبدأ يقص بشعرها. وبهذا الوقت نشوف بولو هو فرحان لأن هو اللي سرق الساعة وخلاها بدولاب ريتا على مود ينتقم من الشيء اللي سوته بأمايل. وبعد ريتا تقرر أن تنتقم من بولو على شيء سوا بيها، فتروح على آيدول وتطلب من عندها أنه تساعدها للتخلص من بولو، وهي تنطيها صورته وتطلب منها أنه تحرقها، لكن آيدول ترفض. وبمشهد آخر ننتقل على بازل اللي هي تنطل أمايل صورة هداها مانويل إلها وتقول لها أنا لقيتها بالمخزن. وهنا الأصدقاء يقررون أن يروحون للمخزن ويفتشون بيه على شيء يقدر يوصلهم المانويل وينقذونه. أو فعلا يروحون للمخزن ويدورون بيه، وهم يشوفون صندوق خاص بيولندا ويشوفون أوراق مكتوبة بها مذكراتها أو مكتوب بها أنه هي بهاي الفترة تعاني من تشنجات وحركات غريبة، والطلبة كانوا يخافون منها بسبب هاي التصرفات وأنه من تلبس القلادة الزرقاء ترتاح. أو بعدها نشوف أيدول وهي رايحة على ريتا على مود تقعد وياها، لكن هي ترفض وتقول لها أنه أنت خاينة لأن أنت ما دافعتي علي. وبهذا الوقت نشوف ألفيرا وهي قاعدة ويا رئيس الرهبان ويقول لها أنه آليس عنده خبرة بإخراج الأرواح الشريرة من جسد الإنسان. وبعدها نشوف بولو ومايل بالأرشيف وهم يدورون على الصندوق اللي كان موجود عند آليس، وفجأة يشوفون مذكرات يولندا ويقرون المكتوب بيها واللي هو أنه يولندا اكتشفت أنه هي مسكونة بروح شريرة وأنه راحت لآليس على مود يساعدها ويخرج الروح منها. فهنا أمايل وبولو يعرفون أنه آليس والرهبان ما لهم أي علاقة بعصابة عش الغراب وأنهم جاي يحاربون الأرواح الشريرة. وهسا لاحظ أنه ألفيرا وهي تحكي ويا آليس وتقول له أنت ليش خفت علي إخراج الأرواح الشريرة، فيقول لها أنه هذا الموضوع مزعج بالنسبة إلي بسبب آخر حالة أخرجتها من الروح واللي هي يولندا، وهي ماتت أثناء ما أنا دا أطلع الروح الشريرة من جسدها. ويقول لها أنه أغلب الأعراض اللي ظهرت على يولندا ظهرت على أغلب الطلاب. أو بعدها ننتقل لليون ونشوفه وهو ماخذ آنيس للغابة أو بدأ يخدرها، ولما تصحى تشوف نفسها لابسة فستان وقلادة زرقاء، وهي قدرت أنه تهرب من ليون وتضربه على رأسه، واللي نعرفه أنه ليون وآنيس كانوا على علاقة وأنهم دائما يعزفون المقطوعة اللي يعزفها ليون. وفجأة آنيس تختفي من حياة ليون ويبقى يدور عليها لفترة طويلة لحد ما يعرف أنه هي مسوية حادث وفقد الذاكرة، فيحاول أنه يهربها من المستشفى لكن هو ما قدر. وبمشهد آخر ننتقل على طالب اسمه آيجيج وهو تظهر عليه الأعراض والتشنجات ويغمى عليه، ومن يصحى يشوف نفسه على سطح المدرسة وهو كان يريد يقتل نفسه. وفجأة يجي عليه آليس وينقض على آخر لحظة، فيأخذ للدكتور ويقول له أنه هاي التشنجات اللي تصير السبب علاج الأعصاب اللي يأخذها. فآليس يطلب من الدكتور أنه ينطي قائمة بأسماء الطلاب اللي يأخذون العلاج، وبالفعل هو يوافق الدكتور، وهنا آليس يأخذ القائمة منه وهو يتفاجأ باسم يولندا من ضمن الأشخاص اللي كانوا يعانون من فرط الحركة والأعصاب. أو بعدها نشوف أمايل وبولو هما بالأرشيف ويشوفون ورقة مكتوب بها انتشار الطاعون بالأحياء القريبة من المدرسة، فعلى هذا الأساس انجمعوا مجموعة من الناس وعقدوا صفقة ويا الشيطان وهو أنه ينطوا قربان بمقابل منع وصول المرض لهاي المدرسة والغابة والأحياء القريبة منها. أو كانت عصابة عش الغراب عندهم علامة مميزة تميزهم عن بقية العصابات. أو بعد فترة البابا يرسل الكاهن الملاخي ويطلب منه أنه يقتل العصابة على مدينها الاتفاق
ويحرر الغابة والأحياء القريبة منها، أو لازم هم يحرروها من سيطرة الأرواح الشريرة، أو فعل الملاخ ينجح أو يقتل عدد كبير من عصابة عش الغراب أو يحكم عليهم بالإعدام. لكن بعد وفاة ملاخي يظهرون من جديد للانتقام من دار الرهبان، وأنهم ما عندهم باب سر بدار الرهبان، ولهذا الوقت ما حد اكتشفه. أو أثناء كلام أمايل وبولو يسمعون صوته يتبعون المصدر ويشوفون أنه أكو شخص دا يرمي عليهم كتب، أو أيضا كان يرمي عليهم بعض الكراتين، وهو كان يحاول يقتلهم ويهرب. وبثاني يوم يشوف أمايل وهي تشوف انعكاس آنيس بالمرأة، وهنا تعرف أنه أكو شيء سحر اتجاه آنيس. أو بعدها بولو يشوف آيدول وهي تحكي ويا ريتا، أو يعرف أنه علاقتهم رجعت. وفجأة آديل تختفي ويروح وراها بولو ويشوفها وهي تكسر حوض أسماك، وهذا الحوض يعود لماريو. ولما تجي المديرة وماريو، بولو يعترف أنه هو اللي كسر الحوض، وهم قرروا أن يعاقبوه بحبسه بالسجن. أو بعدها أمايل تكمل قراءة بالملف وتعرف أن الأضوية اللي تشتغل بالسماء هو وقت حضور القربان للعصابة، فتروح تسأل بازل على بولو وتقول لها أنه هو معاقب، فتروح عليه وتقول له على كل اللي صار وعلى كل اللي عرفته عن طريق فتحه من الحائط، وتقول له أنه بوقت موت أليبا ظهرت أنوار بالسماء. وهنا بولو يأخذ من عندها الكتاب ويكمل قراءته، ويعرف أنه للعصابة زي رسمي يلبسوا بوقت استلامهم للقربان. وأثناء قراءته للملف يشوف العلامة الخاصة بالعصابة بالغرفة، فهو قدر يفتحها ويطلع من جواها ورقة أو مكتوب بها أن المكان السري للعصابة موجود بصالة الأكل، فينادي على صديقه خوليو وهو موجود بالغرفة المجاورة ويقول له على الكلام اللي عرفه، ويطلب من عنده أن يوصل لأمايل. فهنا أمايل وبازل وخوليو يروحون صالة الأكل ويشوفون المكان السري، بس ما يعرفون شلون يدخلوا له. وبوقت متأخر آنيس وأمايل قعدات أو شافن البنية اللي بدن يتخيلنها وهي مشنوقة، فهن بدن يهدن ببعض أو يقنع عن نفسهن أنه هذا مجرد تخيلات. لكن أمايل تقتنع أنه آنيس مو كذابة وأنه هي مفرد من أفراد العصابة، فقررت تحكي له على كل شيء اللي عرفته هي وبولو. وبهذا الوقت نشوف مانويل هو عايش ومسجون بغرفة فارغة بها سرير واحد فقط، وهو كان تعبان وممتنع عن الأكل لفترة معينة، لكن بعدها يرجع يأكل ويقرر أنه ينتقم من العصابة. وهنا العصابة تجبره أنه يكتب رسالة لأهله ويطمنهم عنه، وهو يكتبها ويكتب أول حرف من كل كلمة، وكان يطلب المساعدة بيها لكن كلها بلا فائدة، واليأس يسيطر عليه فقرر أنه ينتحر. وبمشهد ثاني أروح البولو وهو طالع من السجن، وهو قدم الاعتذار كالعادة. أما أنيس فهي كانت يم الدكتور وتطلب من عنده أنه يعيد جلسات صعقات الكهربائية على أمل أنه تذكر شيء، وفعلا الدكتور يوافق ويعيد لها الجلسة. وهنا هي تشوف ابنية وتقول لها أنه أنت كنت السبب بوفاتي، لكن أنيس تنصدم من اللي شافته، وهي تصير عندها تشنجات بسبب العلاج اللي تاخذه. وبعدها بولو أصدقائه يروحون صالة الأكل، أو كانوا يحاولون أن يدخلون للمقر السري للعصابة، لكن كل هذا بات بلا جدوى. وبهاي الأثناء لاحظ آليس وهو كان يبحث بموضوع العلاج، وعرف المصنع اللي يأخذون من عند العلاج، ويعرف أن المدرسة متعاقدة وياه، وهي تأخذ العلاج وجربوه على الطلاب بمقابل نسبة من الأرباح. بعدها نشوف مانويل هو يقعد من الغيبوبة ويشوف نفسه أن جروحه ضمدت ومربوط بالسرير على مود ما ينتحر مرة ثانية، وهو بدأ يصرخ لحد ما تعب ونام. وفجأة يرجع يصحى ويشوف نفسه أن القيود مفتوحة عنده، فيروح ويدور على مخرج يهرب منه، وهو قدر يحفر من أنبوب الحمام ويطلع إيده للمجاري اللي توصل للنهر اللي يجري بوسط الغابة. وهنا نشوف الشرطة وهم يروحون البيت آليبا ويقولون لأهلها أنه هم أطلقوا سراح الخباز لعدم كفاية الأدلة، فأم آليبا تعصب منهم. وهنا جدة آليبا تطلع للشرطة وتقول لهم أنه أنا كنت أعرف أن الخباز بريء واللي قتل حفيدتي هم عصابة عش الغراب، وهي تنطل الشرطة خرزة مرسوم عليها علامة العصابة. وأم آليبا تعتذر من الشرطة وتقول لهم أنه أمي مو بكامل قواها العقلية، فهي تدخلها جوا. وبعدها نشوف آليس وهو يجمع كل المصادر على المصنع، فيروح على ألفيرا ويقول لها أنه كنت تعرفين بأمر المصنع وأنت كنت تشتغلين وياهم، ويقول لها أنه أنا كنت أثق بيك وحبيتك هواية لكن أنت خنتيني. وبهاي اللحظة يسمعهم حارس المدرسة ويروح ويقول لها للمديرة، فهنا المديرة تروح الرئيس الرهبان وتقول له على علاقة آليس وألفيرا، والرئيس يتعصب لأن هذا الشيء ممنوع بدينهم، وبسرعة يستدعي آليس. فآليس لما يروح يعاقبه عن طريق نفي السنة كاملة الغير قرية والغير مدرسة. وهنا آليس يعترف بخطأ أو يطلب من الرئيس أنه يودع طلابه، وهو يروح عليهم ويطلب منهم أنه يهتمون بنفسهم وما يسكتون على الخطأ أبدا. وبعدها يروح على المديرة ويهددها أنه هو عرف كل شيء، ويقول لها إذا حاولت تأذين الطلاب أنا راح أقف بوجهك. وأيضا نلاحظ أنه مانويل وهو نجح بالهروب، وفجأة صارت
كانت اطلاقات نارية، فهو ينصاب او يوقع بالنهر. وبمشهد اخر نرجع على اديل والمديرة تقول لها انه عمك رسل اليش تذكرة السفر، وانه بول ما يقدر يسافر بسبب المشكلة الاخيرة لان هو سلوكه سيء هاي الفترة، او لازم انت تختارين شخص ثاني يسافر وياك. فهي تختار ريتا، او بعدين نشوف الفيرا وهي حزينة ويأنبها ضميرها على كلام اليس، فتكتب لها رسالة مكتوب بيها انه انا اريد التقي بك بدار الرهبان بعد شوي، وهي تذهب الى الطالب. او فجأة المديرة تشوف الرسالة، فالمديرة تروح على الفيرا وتقفل غرفتها عليها، او بعدها تروح على اليس وترمي من اعلى بيت الرهبان، وعلى اثر هاي الرمية هو يموت. او فجأة الشرطة يروحون للمدرسة، وهي تقول لهم بالجثة اللي شافوها بالنهر، او ممكن هي تكون جثة مانويل. وهنا نلاحظ انه اديل وهي تريد تسافر، وهي بدأت تودع اخوها، فاخوها يطلب منها انه ما ترجع للمدرسة مهما كلفها الامر. وبهذا الوقت المدرسة يوصلها خبر موت اليس، فالطلاب ينهارون على موته لان هو الوحيد اللي كان يوقف وياهم، فتصير اعمال الشغب بالمدرسة كلها. وبهذا الوقت انيس وبولو وامايل يستغلون الوقت ويروحون صالة الاكل على مود يدخلون المقر السري. وهنا انيس تشوف كتابة احرف موسيقية على جدار المقر السري، فتقرر تعزفها، ولما تعزفها ينفتح الباب ويدخلون بيه. وبعدها نشوف اديل وهي تقرر ان ترجع للمدرسة او ترفض دعوة عمها، لكن ريتا ما تقبل. بس اديل ما تهتم لكلامها او تنزل من السيارة، وهي تروح وتمشي بالغابة. وفجأة تشوف شخص لابس قناع الغراب ويخطفها، وبهاي اللحظة انيس تلاحظ ظهور اضوية بالسماء، وهنا هي تعرف ان ضحية جديدة ماتت. وبعدها نشوف امايل وبولو وهم يدخلون المقر السري، وهو شكله مرعب جدا، فيبقون يمشون لحد ما يوصلون للغابة. وبهذا الوقت تجي عليهم سيارة المديرة، فهم كانوا يحاولون ان يهربون منها، لكن كل هذا كان بلا فائدة. واثناء طريقهم للمدرسة اديل توقفهم وهي تعبانة، وبسرعة بولو يروح عليها، وهي بدأت تقول له على كل اللي صار، وتقول له انه مانويل هو اللي نقذني، لكن اللي ماتت وصارت ضحية لعصابة عش الغراب هي ريتا. واكو تفاصيل هواية راح نتعرف عليها بالاجزاء القادمة. ولهنا تكون نهاية الجزء الاول، وانتظرونا بالجزء الجديد. تقدرون تتابعون قناتنا الثانية الخاصة بالافلام والمسلسلات الكورية والاسيوية، واللي يكون اسمها مستر كوريا. مشاهدة ممتعة.